اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن رامي عادل. ازيك يا رامي؟ ازيك يا سلوم حبيبي؟ إيه؟ حبيبي وحشنا جدا جدا. ده انا مغيره خالص يا كريم، خلي بالك ما كانش كده يعني. هو ايه اللي استجاب؟ مش عارف يعني، نساله بقى. في حاجه مريبه. اولا سعداء لوجودك معانا، منور بيتك. سعداء جدا لوجودك حضرتك معانا، وطبعا عندنا كتير جدا من التفاصيل بقى نتكلم معاك بخصوصها. بطبيعة الحال أغلبها متعلق بالنادي الأهلي ومشاركته في مونديال أو في كأس العالم للأندية. أنا عايز بعد إذنك يعني نبتدي معاك برؤيتك العامة لمجرد فكرة وصول النادي الأهلي للمربع الذهبي في هذه البطولة، برغم كمية العكوسات اللي حصلت معاه، غيابات اللعيبة الدوليين، الإصابات إلى آخره. فمجرد الوصول للمربع الذهبي شايفه إزاي؟ ورأيك لو كان الوضع، لو كان الأهلي راح بكامل قوته بكامل كتبته ومن غير كل الاصابات ولا الغيابات اللي احنا بنشهدها دي، كان الوضع ممكن يفرق الى اي درجه؟ فبالاول بقول طبعا انا سعيد ان انا مع حضرتك ومع اسلام طبعا اخويا، طبعا يعني وحشني جدا جدا يعني، وموجود في بيتي في قناه النادي الاهلي طبعا يعني. طبعا طبعا الاول بقول يعني هارد لك على الماتش امبارح النادي الاهلي. يعني ادى اداء كويس بصراحه يعني، رغم الظروف زي ما حضرتك قلت في الاول، طبعا الظروف كانت صعبه جدا، غيابات كتير. انا حتى استغربت جدا لما لقيت عمرو السوليه بادئ في الماتش، يعني انا قلت يعني بالنسبه لي كانت حاجه صعبه جدا، لاعب في افريقيا ماتشات كتير وراجل اشترك بنسبه كبيره جدا في المباريات في افريقيا، وكان لعيب اساسي وجي من سفر على الملعب، فاستغربت لما لقيته في الملعب بصراحه. هي التفصيله دي لوحدها دلاله على حاجه، بتدل على شيء ما مدى احتياج الفريق لوجود عمرو السوليه من اول لحظه. اكيد طبعا، اكيد طبعا. يعني خلي بالك برضو لانه مش مكان مجدي قفشه مثلا، هو ما عندوش حد يلعب في هذا المكان تاني. يا عمرو يا حمدي، هو يمكن اختار عمرو عشان اقرب للناحيه الهجوميه شويه. ايوه شويه بيلعب ثلاثه قدام بالظبط كده. فطبعا لا، الظروف في عكس طبعا مع النادي الاهلي جدا، وان هو وصل للمكان ده طبعا كويس جدا رغم الظروف اللي عدت عليه. بنتمنى له بقى التوفيق في الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي ده صعب جدا طبعا. ماتش احنا شفنا النهارده الهلال، الماتش النهارده شفت النهارده بنسبه كبيره يعني، بس معظمه على الموبايل يعني. بس لا، الهلال فرقه كبيره، فرقه كويسه جدا طبعا. النهارده ادت اداء كبير جدا قدام تشيلسي. يعني الواحد كنت لسه بتكلم مع حد كده فبقول له بصراحه الواحد مش عارف يعني تشيلسي جامد ولا الهلال جامد. صحيح. انا مش عارف بصراحه. صحيح. الماتش كان غريب. صحيح. يعني شوط اول مختلف عن الشوط الثاني تماما. جدا جدا جدا. فرقه بصراحه محترمه وعندها لعيبه مميزه جدا يعني. فالماتش هيبقى صعب جدا على النادي الاهلي، بس ان شاء الله الاهلي يقدر يعمل حاجه باذن الله كويسه ان شاء الله. طيب خلينا نروح معانا زوم، عبر زوم يعني، مكالمه عبر زوم. معانا كيفن ويلسون نجم نادي تشيلسي السابق، وبرضه نساله عن اولا اهلا بيك طبعا في قناه النادي الاهلي او على شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه حابين نعرف رايك في مباراه اليوم بين تشيلسي والهلال السعودي. حسنا، أشكركم على تواجدي معكم. أنا أعتقد أن مباراة الهلال وتشيلسي كانت قوية جدا. أعتقد أن الهلال لم يكن على المستوى الذي ظهر به في الشوط الثاني. المباراة بدأت، وكما أن لو تشيلسي كان مجهدا فكان على الهلال أن يلعب بنفس الأداء في الشوط الثاني، ربما لاختلاف المدينة واختلاف التوقيت، ولكن تغيير حارس المرمى وتغيير اللاعبين للمناخ الذي خاضوه يعتبر أمر مرهق للاعبي تشيلسي. طيب خطة تشيلسي كانت مختلفة في هذه المباراة ولا كانت الخطة اللي دايما بيلعب بيها؟ وهل تواجد أو عدم تواجد توماس توخيل المدير الفني موجود، لم يكن متواجد في الإمارات، هل ده فرق مع فريق تشيلسي؟ بالطبع الأمر مختلف تماما. إنه يستطيع أن يصنع الفارق بتواجده على الخط، ولكن أعتقد بتوافر التكنولوجيا والتواصل الآن الأمر لم يكن صعبا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني. ولكن أعتقد أن تشيلسي كان يلعب مباراة يوم السبت في الاف اي كوب، وكان الامر صعبا على اللاعبين السفر والاستعداد لمباراه جديده بعد ثلاثه ايام، فكان الامر صعبا على اللاعبين بالفعل. جميل. مستر ويلسون، ثانك يو سو ماتش فور يور تايم بينج وذ اس. ذس از ساتش ا جريت بليجر
And I would like to ask you about the next match. What are your expectations regarding the next match for Chelsea? حسنا أعتقد أن أنه يجب علينا الفوز. تشيلسي لم يفز ببطولة كأس العالم للأندية من قبل، وأعتقد أن الفريق يجب عليها أن ينهي هذه البطولة متوجا. أعتقد أن الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا يجب عليها أن يفوز ببطولة كأس العالم. طيب برضو مستر كيفن، شايف المباراة القادمة أمام بالميرس، بالميرس اتفرجت عليه ولا لا؟ نعم أنا شاهدت فريق بالميرس، ليس كل المباراة، ولكن شاهدت المباراة، وأعتقد أن النادي الأهلي كان جيدا في الشوط الثاني، وأعتقد أن الأهلي لم يكن بنفس المستوى في الشوط الأول، وخصوصا أن الفريق البرازيلي استعد جيدا. أعتقد أن الأهلي افتقد للعديد من اللاعبين مع منتخب مصر. وأعتقد أن تشيلسي سيفوز على فريق الهلال بهذا المستوى. وأعتقد أن فاز على الهلال. أعتقد أني آمل أن يفوز تشيلسي ويفوز فريق الأهلي على الهلال في المباراة القادمة في تحديد المركز الثالث والرابع. تمام. طيب برضو سؤال آخر بعد إذن حضرتك، يعني هل ترى أن تشيلسي وهو الفريق العريق ولكنه صاحب نتائج متذبذبة إلى حد كبير في الدوري الإنجليزي هذا العام أو هذا الموسم، هل ظهر بنفس الصورة في كأس العالم للأندية خصوصا، ويمكن ده اللي بيخلينا نسأل السؤال بهذه الصيغة، إن هدف لوكاكو كان من خطأ فادح لمدافع فريق الهلال، فكيف رأيت هذا الأمر؟ أعتقد أنه نفس الفريق بالفعل الذي يشارك في البريمير ليج، لديه الكثير من فرص الأهداف الضائعة والتي تفوت عليه الفوز في كثير من المباريات في البريمير ليج، وتجعل الأمر أكثر صعوبة في الدوري المحلي، ولكن في النهاية يجب على اللاعبين الإحراز المزيد من الأهداف ليحققوا الفوز. اللاعبين يؤدوا بشكل جيد على أرضية الملعب. أعتقد أن غريزة الهداف يجب أن تكون متاحة للاعبي تشيلسي في هذه المباراة الصعبة. طيب هل تتوقع أن ينجح تشيلسي في مشاركته الثانية بالعودة إلى لندن باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه بعد ما حل وصيفا في مشاركته الأولى بكأس العالم في النسخة 2012؟ نعم، آمل ذلك. آمل أن يفوز تشيلسي ببطولة كأس العالم هذا العام. كمشجع لفريق تشيلسي في المقام الأول، فأتمنى أن يفوز بها تشيلسي. أعتقد أنها المنصة التي تنقص تشيلسي أن يصعدها الآن. أعتقد أن فريق تشيلسي لديه لاعبين رائعين، ويتميز بأنه أفضل من جميع الفرق المشاركة، وأعتقد أنه يجب عليه أن يفوز بالبطولة. طيب على حد كلام حضرتك وجود مجموعة من اللاعبين الرائعين ضمن صفوف فريق تشيلسي، هل ده معناه بالضرورة أنه لن يكون هناك أي تغيير أو إجراء أي تغيير على تشكيلة النادي اللنداني في مواجهته أمام بالميرس؟ سيبقى الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بالتشكيلة، أم هناك مساحة كافية لإجراء بعض التعديلات؟ أعتقد أنه لن يوجد أي تغيير، ولكن أعتقد أن الفترة المتاحة تتيح للمدرب أن ينظر إلى بعض اللاعبين. ربما ميسون ماونت سيبدأ المباراة، له تأثير كبير على الفريق بعدما نزل اليوم. أعتقد أن في خط الدفاع سنرى بعض التغييرات. أعتقد أن ألونسو لم يكن موفقا اليوم، عانى كثيرا أمام جناح الهلال ياسر الدوسري، وأعتقد سالم الدوسري، وأعتقد أنه يجب عليه أن يجري بعض التغييرات على الجبهة الدفاعية أيضا.
كيفن جونسون نجم نادي تشيلسي، انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا من خلال زوم. قال كلام مهم برضو يا ربي فيما يخص ان تشيلسي مشاركه او وصول الى النهائي ومشاركه ثانيه يتمنى طبعا ان هم يكونوا، ولكن دايما الانديه الاوروبيه بتبقى هي الاقرب، او الانديه اللي بتفوز بالبطوله دوري ابطال اوروبا بتكون هي الاقرب للفوز بهذه البطوله. اكيد من غير اي شك طبعا، احنا يعني البطوله دي احنا تقريبا حضرنا اول نسخه فيها، اول نسخه فيها، ويمكن تقريبا ممكن فرقه تقريبا واحده تقريبا اللي كسبت من امريكا الجنوبيه، متهيئه للبطوله. فلا طبعا الموضوع مختلف تماما، طبعا الفرق الاوروبيه فرق مختلفه تماما عن اللي احنا شايفينه، طبعا امكانيات كبيره جدا، وامكانيات اللعيبه طبعا فرقه جامد، اكيد هي اللي بنسبه كبيره بتبقى هي الاقرب للبطوله، الفوز بالبطوله يعني. بما ان انتوا يعني ان انتوا الاثنين حضرتوا النسخه الاولى من البطوله دي، فانتوا اكيد واخدين بالكم من اي تطور حصل فيها. يعني هل حصل تطور في البطوله نفسها فيما يتعلق بالتنظيم، فيما يتعلق بنوعيات وكواليتي الفرق المشاركه؟ والله احنا انا رحت البطوله دي مرتين، 2005 و2008 و2008 ما رحتش 2006. فاللي في الاول دي كلها كانت في اليابان، فالموضوع طبعا لا كان النظام كان، انا ما شفتش بصراحه في الامارات، ما شفتش في المغرب، بس الموضوع طبعا في اليابان كان في نظام غريب يعني. اكيد الموضوع كان انك تلعب في كاس العالم للمنتخبات بالظبط صراحه يعني. بالظبط يعني، ما اعرفش بصراحه الموضوع عامل ازاي في الامارات، بس متهيألي برضه هتلاقي الموضوع منظم بقى. اكيد طبعا جدا يعني، لانه بيبقى كمان تحت اشراف الفيفا، فبتبقى الدنيا منظمه بشكل كبير جدا. احنا كنا في الملعب يعني، يقول لك مثلا انت عندك ساعه ما ينفعش تدخل الملعب قبليها بدقيقه، وما ينفعش تخرج بعديها بدقيقه. بالظبط كده يعني، مفيش تهريج، فعلا في الموضوع ده خالص يعني. اسلام اكيد كان معانا وعارف الموضوع عامل ازاي. فالتنظيم لا، التنظيم كان على اعلى مستوى طبعا يعني. تفتكر البطوله دي يا ربي كانت البطوله الاولى، احنا الحقيقه لم نحقق الا المركز السادس على ما اتذكر، السادس في هذه البطوله. خسرنا الماتشين. خسرنا الماتشين، التاني كان اتحاد جد، او الاولاني كان اتحاد جد، الاولاني اتحاد جد مش فاكر التاني، لكن انا اقصد ان البطوله دي الحقيقه احنا زعلنا جدا في ماتش اتحاد جد، ده انا زعلنا جدا بصراحه، فاكر قوي يعني الدنيا. اهم اللي كان او اهم ذكريات اللي انت فاكرها عن البطوله دي تحديدا يعني؟ لا البطوله دي كانت بالنسبه لنا طبعا كانت حاجه يعني حلم يعني، احنا مسافرين اليابان هنلعب كاس عالم، فكان الموضوع بالنسبه لنا طبعا يعني حاجه، كان في فرحه كبيره جدا ان احنا نلعب بطوله زي دي طبعا. لا الموضوع كان مختلف، وكان الجيل ده نفسه كمان ان انت تروح كاس عالم، كان الجيل ده لسه متجمع، كان عنده طبعا طموحات كبيره جدا ان انت تعمل حاجه. احنا كان اول موسم لينا تقريبا يا اسلام، احنا 2004 خدنا البطوله، خدنا بطولة افريقيا، كان النجم الساحلي صح، النجم الساحلي وسافرنا. فلا يعني هي اكيد فيها كواليس كتير جدا طبعا، كان فيها زلزال وكان فيها حاجات كتير قوي، انا فاكر بس انا كنت نايم يعني، انا عرفت كلنا كنا نايمين الحقيقه. لا انا عرفت في ناس جريت وبتاع كده يعني، بس انا ما حسيتش بيه بصراحه، بس اكيد في ذكريات الزلزال دي يعني، في حاجات كتير بس في حاجات كتير ما تتقالش يعني، في كواليس كتير. انا حاسس كده من ضحكه كابتن اسلام. لا فيها حاجات كتير والله طبعا، بجد في ضحكه كده نميسه بتقول ان كان في ذكريات يعني. لا ده طبيعي. بص كواليس لعيبه الكوره كتير جدا جدا جدا، بس كلها ما ينفعش تتقال. لا والجيل ده اللي حضرتك بتتكلم عليه واللي انتم يعني بتنتموا ليه يعني، مش بس كان عنده طموحات كبيره على حد تعبيرك، وكمان كان عنده امكانيات اكيد حقيقي يعني، كان جيل مميز جدا. بص انا على طول بقول الجيل، اي جيل بيجي بعد الجيل ده بقى مظلوم بصراحه يعني، انا ما بحبش اقارن يعني، ما بينفعش تقارن اي جيل بعد الجيل دوت بالفتره دي، لان الموضوع كان صعب جدا. بالنظر للموضوع من زاويه معينه الواحد ما يبقاش عارف يعني، هم اللي مصدومين ولا انتوا اللي اتظلمتوا، لان جيلكم ما كانش بيلعب في الاجواء اللي بقت موجوده دلوقتي، وفي وسط التغطيات الصحفيه والاعلاميه الفظيعه اللي موجوده دلوقتي، السوشيال ميديا اللي ما بتسيبش صغيره ولا كبيره غير لما بتنقلها. خلي بالك هو ده برضه سلاح. فانا مش عارف ده معناه ان انتوا كنتوا محظوظين بعدم وجود الاجواء دي، ولا بالعكس انتوا ما كنتوش محظوظين لعدم وجودها. احنا كنا محظوظين بحاجه جامده جدا، احنا كنا بنلعب في الجمهور، كان وقت الجمهور ما كانش فيه يعني، يمكن الجيل ده اللي موجود دلوقتي قعد فتره كبيره جدا ما بيلعبش بجمهور، بيلعب من غير جمهور، بيلعب جمهور بس لما يطلع بره مصر، لكن طول ما انت في مصر ما فيش.
لو تفتكر كنت مثلا 9 الصبح وبتلاقي مثلا نص الاستاد مختار التتش ده مليان. بالظبط 9 الصبح. فلا لا الموضوع طبعا لا اكيد كان مختلف على ايامنا. انا شايف ان احنا محظوظين اكتر بصراحه من الجيل ده. يعني الجيل ده في ناس احنا دلوقتي بقالنا قد ما فيش جمهور بتتكلم في فتره كبيره. 3 سنين مبدئيا. لا لا 3 سنين ايه يعني بقالنا 9-10 سنين. انت بتتكلم انا فاكر الكلام على موضوع الكورونا بصفه خاصه. لا لا انا بتكلم على على الجمهور بقاله فتره كبيره جدا. فطبعا في ناس يا عيني يعني عدى عليها عمرها يعني بدا كوره وخلص كوره وهو ما لعبش وسط جمهور. فلا الجيل ده بصراحه اتظلم اكتر مننا بكتير. انت بتتكلم بس على الجيل الناس اللي بتلعب منتخب الناس بتلعب اهلي وزمالك بس اللي بيسافر يلعب بره يلعب او بيقابله مثلا بطوله كاس سوبر مش عارف في الامارات كاس سوبر مش عارف فين بس هو ده اللي لعب وسط جمهور. لكن غير كده في ناس كتير جدا عدت عليها ما فيش جمهور خالص يعني. فانا شايف احنا وقتنا وكان برضو السوشيال ميديا مش زي دلوقتي بس احنا كان كل صغيره وكبيره برضو كانت بتتقال يعني. يعني كان احنا في فتره طبعا في النادي الاهلي كان مثلا كلمه اتقالت في حمام كلمه اتقالت في شاور كلمه اتقالت في حاجه كانت يعني بتتعرف. فكان في برضه بس لا بس برضه غير السوشيال ميديا دلوقتي. السوشيال ميديا دلوقتي الموضوع مختلف يعني. الموضوع انا بشوف ان هو بيروح في اتجاهات كثيره جدا ان في بعض اللاعبين بيكون ليهم ناس معينه على السوشيال ميديا. قصص يعني انت عارف بيبقى ليها غير ايامنا احنا ما لحقناش نعمل. انا هقول لك على حاجه لجان الكترونيه ولجان الكترونيه صحيح الموضوع ده بيجي بالسلب كمان. انا حضرت في الاتحاد كان في فتره فيسبوك صفحه النادي فكان في لعيبه بعينها ما بتعرفش تلعب اصلا من كتر الضغط اللي ان هو بيحب يتابع يعني. انا كنت على طول بنصح الناس دي ما تبصش ما تسمعش ده بيقول ايه وده بيقول ايه. انت مش مستني تقييم من جمهور معلش برضو عايزه اراده ان انت ما هو ما انت في ناس انا شفتها ما بتعرفش تلعب من الموضوع ده فعلا بجد بيخرج من تركيزه تماما ان انت اصلا يعني بتتابع الكلام وبتتابع الناس. فالتركيز انا كنت بسمع الفتره فات دي في المنتخب محمد صلاح كان في تصريحات ان هو بيكلم اللعيبه على طول ما حدش يهتم بالسوشيال ميديا لان طبعا كان في اكيد انتقادات كتير في الاول. فطبعا اللعيبه بتتاثر في لعيبه كتير جدا بتاثر. طب في ناس في الفتره بتاعتكم ما كانش في سوشيال ميديا بس كان في صحافه رياضيه قويه ما كنتوا بتتاثروا كلعيبه برضو بمتابعتكم للجرايد والمانشيتات اللي كانت بتطلع في الوقت ده. انا واحد من الناس لم اكن اتاثر لان انا ما كنتش يعني بقرا طبعا وبشوف وبعمل كل حاجه ولكن في النهايه لم اكن اتاثر لانه شخصيه اللاعب يجب أكيد. ده اللي يحصل أكيد. اقرا انا كنت انا واحد من الناس كنت كده اقرا واعرف كل حاجه واشوف وشوف اللي يخصني واحاول ان انا اكتر منه او الحاجه الايجابيه واحاول بناء يعني بالظبط كده حتى لو ما فيش بناء. ما هو ده في حد من كباتن يعني يعني وكان طالع يقول لك ده لازم يعتزلوا لازم يعني مجموعه كلها علينا على مجموعه كده. بص يا اسلام اول يعني. سنه خالص احنا جينا فيها كانت 2004 تقريبا كلنا قال لك ده كلهم مبطلين 2004 احنا لعبنا ماتش تقريبا اوساسونا لو تفتكر في اسبانيا كان كابتن محمود بكر الله يرحمه اللي كان بيذيع الماتش هو قال الصفقات كلها مش كلها مش كويسه ناس كبيره والناس انتقدت جدا الجيل اللي كان جاي كان اسلام وبركات وعماد النحاس وتقريبا يعني ابو تريكه وحسن لا ابو تريكه كان قبلينا شويه انا بتكلم عن ناس يمكن شويه كانوا بيتكلموا ان الجيل ده جيل كبير يعني ناس جايه كبيره ومبطله جايين 27 28 سنه سبحان الله. الموضوع لا الموضوع اختلف تماما لما الناس بدات يعني وبعدين لا الجيل ده بص مختلف فنيا مختلف فكريا مختلف بصراحه في كل حاجه. انا عاشرت الناس دي وعارف دماغها عامله ازاي يعني عارف الراجل ده دماغه عامله ازاي ما شاء الله يعني. لا فعلا بجد راجل في الملعب كل واحد عنده دماغ يعني فعلا بيلعب. فرصه كويسه نتعرف على تفاصيل دماغ كابتن اسلام الشاطر لان يعني اغلبنا يعني انا وانا جاي انه كان لعيب مهاري ملوش زي. طب انا هقول لك على حاجه الدماغ ايه بقى انا هقول له حاجه دلوقتي يمكن اول مره اقولها له هو مش عارف هو فاكرها ولا لا. انا رحت منتخب مصر كان مع مستر تردلي وكان اسلام كنا مع بعض موجود انا رحت ماتش الكاميرون تصفيات كاس عالم وماتش ليبيا. انا يمكن اول مره اقوله كده انا لعبت باك رايت واسلام كان موجود الماتشين اسلام ما لعبش انا لعبت باك رايت بس انا بقولها انا جوايا كنت مقتنع مليون في الميه ان هو لو لعب هيبقى احسن مني 50 مره بس انا كان ده راي المدرب اللي كان ساعتها مستر تردلي ده ايطالي فكان هو ليه فكر معين وشايف ان انا رامي يقدر يلعب في المكان ده بس انا لا شايف لا ان اسلام كان هو فعلا احق بس طبعا الكره ما فيهاش كده ده وجهه نظر حد يعني فني بس لا يعني اسلام ما شاء الله يعني كان الجيل بصراحه كله كان في حته ثانيه خالص بصراحه. انا اتمرنت مع الجيل ده واحسن ناس لعبت معاها كره في حياتي. انا لعبت 20 سنه دوري ممتاز انا لعبت من 18 وانا عندي 18 سنه بطلت وانا 38 سنه
فلعبت مع اجيال كتير جدا. الناس دي بصراحه كانت مختلفه تماما 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 عن اي حد بصراحه. المجموعه كلها صراحة. حقيقه كمان يعني التمرين كان مختلف، شكل التمرين مختلف، اللعيبه نفسها، لمسه اللعيبه للكوره، اللعب، التركيز. لا الموضوع بصراحه يعني مهما حكيت لك يعني مش هتتخيل الموضوع كان عامل ازاي. انتوا كنتوا بتشوفوا يمكن الماتشات بس، التمرين كمان اللي بقول لك عليه التمرين طبعاً كمان كان مختلف تماما. انت عارف الساعه 9 الصبح دي كان التمرين بالنسبه لنا التمرين ضرب نار. بجد والله مش هزار، يعني التمرين كان ضرب نار، واللي ينزل من غير شنكار ده يا ويلي بجد يا ويلي. الجزمه الجديده، جزمه نيو شوز اوت نيو شوز، اطلع بره عشان الجزمه الجديده بتتعور. كنا نوسخ يعني، واحد عايز ينزل جزمه جديده مستر مانويل ما كانش بيرضى، فكنا ندخل نجيب الجزمه نقعد نجيب شويه تراب ونوسخها عشان اقدر انزل بيها. ما مش راضي. لو انت نزلت بجزمه جديده هيقول لك اطلع بره. يخلي اي حد من العمال يلبسها. وجهه تظرف كده ايه؟ هو يخلي عشان بتعورك، الجزمه الجديده بتعور الكعب على طول. فهو كان يخليك اي حد من العمال مثلا يلبسها يتمشى بيها شويه يومين ثلاثه وبعد كده تبدا تلبسها. يلينها. فكان يقعد يبص اول ما ينزل نقف دقيقه كده وهو بيتكلم يبص على الجزم. نيو شوز اوت اوت كده بالظبط. لازم تطلع تغير الجزمه، تطلع تغير الجزمه. يعني بص وصلت لمرحله ايه. فاحنا فظيع فظيع. احنا كان بيخش في تفاصيل التفاصيل اللي فيما يخص كره القدم، وكان بيقف لنا لو تفتكر يا اسلام على المختص بتاع التلج. كان يعني انت اي مدير فني، انا حضرت بقى مديرين فنيين كتير جدا، في حاجه اللي هو الريكفري بتدخل مختص تلج واللعيبه تدخل ممكن يبعت مثلا حد من العلاج الطبيعي، حد مش عارف يقف. ده مستر مانويل كان يجي ويحط رجله كده على السلالم ولازم الناس كلها تدخل المختص قدامه، انت تعالى، ده ما دخلش ده ما دخلش، لازم الناس كلها. فكان في فعلا اهتمام بالتفاصيل التفاصيل، يعني كان في فعلا يعني راجل. كانت فتره مميزه عموما جدا جدا, جدا. يعني. لا الفتره دي كانت فتره بالفعل ان هي كان فيها كاس عالم، هو اللي ودانا لكده ايه كاس العالم يعني الله. واللي ودانا لكاس العالم ونحن ناخد ثالث العالم في ظل ظروف صعبه جدا وفي ظل فرق قويه جدا في ذلك الوقت، كان الاهتمام بالتفاصيل. اكيد. علشان كده انا بقول لك ان اللي بيحصل او اللي بيعمله بيتسو موسيماني الحقيقه مع لعيبه النادي الاهلي اهتمام بكل التفاصيل. وجود الكابتن خطيب النهارده، الكابتن خطيب كان قال ان هو مش جاي وبعد كده لا لازم ان هو يبقى موجود فبقى موجود. الحاجات دي كلها الكابتن خطيب كان معانا تقريبا في كل السفريات. تقريبا كلها طلع معانا كاس عالم قبل كل كده كل كاس العالم اللي احنا لعبناهم. احنا انا لعبت ثلاثه ورامي لعب اثنين. فيعني كلهم موجود. كان موجود معانا فيه. وكان دايما كان نائب رئيس النادي، وبالتالي احنا بنتعامل معاه كاسطوره مش كرئيس نادي. طبعا الوضع بيبقى مختلف تماما. فعشان كده بقول لك ان اللي احنا بنشوفه الايام دي احنا كلنا شفناه قبل كده كتير. عشان كده انا كنت اتمنى ان انا اوصل للنهائي امبارح، ان انا اكسب بالميرس، لان صعب ممكن ما تجالكش الفرصه دي تاني. صحيح. يعني ممكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ان تاخد البطوله الافريقيه، لكن ممكن ما يجالكش فرصه ان انت تلعب فريق الغير حاصل على دوري ابطال اوروبا. يعني السنه اللي فاتت احنا لعبنا بايرن ميونخ، فالاقرب ان بايرن هو اللي يوصل. لكن انت امبارح بتلعب بالميرس فريق قوي جدا، ولكن كنت تقدر تكسبه. ولا من اول امبارح كنت تقدر تكسبه، كنت تقدر تعمل مباراه جيده. هو ده اللي مزعل جمهور الاهلي. هو واحد كمان يوصل بيك للنهائي يعني امثله. والظروف مختلفه عن كده وانت رايح باللعيبه بتاعتك من الاول زي اي كاس عالم واللعيبه كلها موجوده، متهيألي الموضوع كان هيختلف تماما. يعني كان اكيد هيبقى نفسيا واللعيبه كمان حتى بدنيا كانت هتبقى فرقه كتير. يعني لو انت الموضوع كان هيبقى مختلف تماما في الماتش. يعني عموما الاهلي دائما كبير وسيظل كبير. نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع للنجم الكبير كابتن رامي عادل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. رامي، الفتره اللي فاتت شفنا النادي الاهلي بيلعب، ما تخيلك بقى للمباراه اللي جايه؟ مباراه صعبه، مباراه مهمه، وفي نفس الوقت مباراه ميداليه. اكيد طبعا، زي ما احنا اتكلمنا ان الهلال النهارده ادى مباراه كويسه جدا. انا يمكن ما شفتش الماتش بتاع الجزيره، سمعت النتيجه طبعا، نتيجه كبيره جدا. وهو عامل تدعيمات في يناير للبطوله دي مخصوص، يعني هو عامل ست تدعيمات للبطوله دي مخصوص. يعني هو النهارده اكيد هو النهارده زعلان انه ما لعبش فاينل. هو اكيد التدعيمات دي كلها انه كان عايز يلعب فاينل. يعني بيلعب تشيلسي برضه، هو اكيد ممكن ما كانش متوقع انه يلعب تشيلسي. يعني هو كان قال لك ممكن ابقى في الناحيه الثانيه مثلا مع بطل امريكا الجنوبيه مثلا واعدي، ولاعب بطل اوروبا في الفاينل. يعني ف
فطبعا لا هو الماتش هيبقى صعب جدا. يعني انا شايف الماتش طبعا هيبقى ماتش تقيل على النادي الاهلي، والنادي الاهلي برضو يعني باذن الله اللعيبه تبقى استريحت كويس واللعيبه كلها بقت موجوده دلوقتي، بس الماتش الجاي برضو فيه غيابات للاسف. يعني عندك قفشه تقريبا وقفش. فان شاء الله اللي موجود يعوض باذن الله ونعمل ماتش كويس. انا زي ما انت قلت ميداليه، والناس يعني تعودت ان احنا بقالنا فتره الحمد لله يعني المركز الثالث ده حصلنا عليه كذا مره، فباذن الله نعمل مباراه كويسه ان شاء الله، مباراه كبيره قدام الهلال، واحنا المفروض احنا كعبينا عالي عليهم اكتر كمان. يعني تقريبا المواجهات احنا افضل في المواجهات. يعني طيب حته التاهيل النفسي، يعني التعامل النفسي مع اللعيبه طبعا امر في منتهى الاهميه دائما وابدا، لكن لو هنتكلم على البطوله دي بصفه خاصه وعلى كاس العالم للانديه وعلى اللي وصلت له الامور او اللي قالت اليه الامور في النهايه، وبنلعب دلوقتي او بنتكلم ان احنا داخلين نلعب على المركز الثالث والرابع، هل في ملابسات زي دي اهميه التاهيل النفسي بتزيد؟ وهل بيتسو موسيماني من الناس او الى اي درجه في وجهه نظرك بيجيد التعامل والتاهيل النفسي للعيبه، بيجيد احتضان واحتواء اللعيبه، بيعرف امتى يولع الدنيا، بيعرف امتى يهدي الامور؟ اكيد يعني انا يعني اتخيل ان هو شخصيته من النوعيه دي، ان هو فعلا بيعرف يعني يشتغل على الحته النفسيه للعيب، يقدر يعلي ويقدر يهدي في توقيتات كويسه. واللعيبه احنا دايما لعيبه الاهلي مش بنتكلم دايما ان احنا لعيبه الاهلي دي هي مش محتاجه اصلا، مش محتاجه تاهيل نفسي. انت اصلا اوريدي انت طالما دخلت النادي الاهلي بتتاهل نفسيا اوتوماتيك، بتدخل في جوه السيستم بتبقى خلاص. وانت في النادي الاهلي متاهل نفسيا ولا مضغوط نفسيا اكتر؟ لا مش انا والله انا لعبت جوه النادي الاهلي فتره، ما اعرفش يمكن برضو اسلام يقول، انا ما حسيتش بحته الضغط. يعني عندك ضغط كبير ان الناس عايزه منك احسن حاجه، هو في اكبر من كده ضغط يا ابو الكباتن لما يبقى عندك الفريق بتلعب مع فريق لا لا يعتبر ان المركز الثاني زيه زي الاخير. خد بالك دي شخصيات برضو. أيوة. يعني انا اقصد ان ممكن الفارق ما بين اللاعب اللي بينجح مع النادي الاهلي النادي الجماهيريه الكبيره زي النادي الاهلي، لازم تبقى عندك شخصيه اللاعب اللي يستحمل كل اللي انت بتقوله. اكيد بنسمع للجمهور وبنعمل كل حاجه، ولكن في النهايه انا عندي مدير فني بيطلب مني 1 2 3 بحاول ادي منه 1 2 3 خلاص. لكن الجمهور ما ممكن الجمهور ما يبقاش عاجبه. يعني احنا مانويل جوزيه كان دايما بيعمل ايه الوقت اللي كنت بتحس ان فيه الجمهور شايف ان رامي ده افضل واحد في الدنيا، تلاقي هو يوم جاي طلع رامي بره الفرقه خالص. ممكن صح هو ده، لانه رامي ما بينفذلوش اللي هو عايزه. في الاخر المدير الفني هو اللي بيضع الاستراتيجيه اللي احنا بنمشي بيها، وجهه نظري يعني. وما اعرفش برضه رامي بيضع مهما كان المدير الفني يضع الاستراتيجيه واللاعب يمشي عليه، ومهما كانت ضغوط الجماهير دي شخصيه لاعب بقى. انا جوه الملعب ما هو الجمهور، انا كمان بلعب بكره او انا كنت بلعب يعني في المكان الاقرب للجمهور من اي حد طبعا، فبالتالي انا كنت ببقى سامع كل حاجه في وداني اكيد، لكن في نفس الوقت بحترم وبحب وكل حاجه، ولكن انا ببقى مركز اكتر في الملعب مش حاجه ثانيه. وتصديقا على كلامك يا اسلام برضو، انت بتتكلم ان كان في لعيبه مستر مانويل كان بيلعبها والجمهور مش حاببها خالص. يعني الجمهور مش عايز اللعيب ده يبقى موجود في الملعب، بس هو شايف حاجه معينه. وبعدين هو كان عنده سيستم، يعني انت مهما انا عملت يعني انا ممكن مثلا انا ما لعبتش كتير جوه النادي الاهلي، الفتره اللي كنت بلعب مثلا ممكن العب ماتش عشان حد فيه غيابات او فيه اصابات او حاجه زي كده، وببقى كويس جدا. يعني مثلا ماتش ابقى كويس جدا ممكن اطلع احسن واحد في الماتش، الماتش اللي بعدين هو يقول لك انت احسن واحد في الماتش. فعلا ده حصل، في ماتش الزمالك قبل كده رامي احسن واحد في الماتش، الماتش اللي بعدين تحتياطي. هو في دماغه حاجه، هو في دماغه سيستم، في دماغه لعيبه معينه اللي هتنفذ له الكلام اللي هو عايزه. فلا ده زي ما يعني انا بتكلم على كلام اللي قاله اسلام، يعني هو انت الضغوطات دي انت بتشيلها من عند دماغك خالص، لان هي شخصيه اللعيب جوه النادي الاهلي. اللعيب اللي ما بيستحملش الضغط ده ما بتلاقوش موجود جوه النادي الاهلي، يعني ما بيطولش جوه النادي الاهلي كتير او ما بينجحش جوه النادي الاهلي. بالظبط، لان الشخصيه اللي انت جوه النادي الاهلي عليك ضغوط كبيره جدا، لو ما بتستحملهاش يبقى بالظبط مش هتنجح فيها ابدا. وبالتالي ان الله يكون في عون اللعيبه الدوليين اللي جم اكيد عشان كده انا عايز اوصل لدي. يعني انت تخيل 110 مليون قاعدين بيتفرجوا عليك، او بلاش 10 قول 10 ما بيتفرجوش على الكوره، و100 بيتفرجوا صحيح. ده وال100 دول كلهم ايه مدربين في روحهم بالظبط كده. بالظبط يعني عارف بيتفرجوا والسلام، يعني كل واحد عنده تشكيله بس اللعيبه الدوليين اللي جد ووصلت ولعبت وعملت، وبعدين ايه خلاص شال من دماغه يعني خسر البطوله الافريقيه، بطوله الامم الافريقيه،
في نفس الوقت انا لازم اطلع من جو الخساره واخش في جو ان انا اركز عشان عندي بالميرس عشان اكسب عشان العب نهائي. طبعا طبعا هو دي هي دي لعيبه النادي الاهلي يعني هي دي لعيبه النادي الاهلي هي على طول تحت ضغط انت على طول في اي وقت تحت ضغط مطلوب منك احسن حاجه جوه النادي الاهلي. البطوله دي خلي بالك الناس انت فاكر ان مثلا جمهور النادي الاهلي رايح او متخيل ان الاهلي رايح هو مش في دماغه عايز ثالث ورابع والكلام ده لا هو عايز النادي الاهلي يلعب فاينل وعايز لما يلعب بايرن ميونخ يكسب بايرن ميونخ لما عايز يلعب تشيلسي يكسب تشيلسي فهو ده جمهور النادي الاهلي هو طموح عنده طموح الى ابعد مدى يعني هو مش حكايه يعني احنا كجماهير للنادي الاهلي انتوا اللي طمعتونا اكيد مش جايبين حاجه من عندنا ما هو من اعمالكم صلت علينا يعني احنا بنجيب حاجه من عندنا مش انتوا اللي بتدخلوا دايما كاهلاويه ولاعيبه النادي الاهلي عبر الازمنه المختلفه والاجيال المتطاقه يعني انتوا اللي طمعتوا جماهير النادي الاهلي يعني أكيد. بشكل مشروع هناك يعني. فرق كبير ما بين الطمع العادي والطمع الايجابي احنا بنطمع ايجابي مش سلبي طبعا ايجابي طبعا اكيد اكيد يعني احنا المهم بس ان شاء الله الماتش اللي جاي دوت يعني باذن الله عايزين بس نعمل مباراه كويسه ان شاء الله ونحقق المركز الثالث عشان الجمهور يعني ان شاء الله يا رب وبما اننا يعني. بنتكلم على الجمهور خلينا نروح نشوف زميلنا امير هشام عمل بعض اللقاءات مع جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الهلال نشوف قالوا ايه ونرجع نكمل مره ثانيه. مباراة كبيرة طبعا من الهلال السعودي امام تشيلسي الانجليزي فوز تشيلسي بهدف مقابل لا شيء لكن الهلال كان قريب من التعادل في فرص كتير جدا جدا فخلينا ناخد يعني انطباعات جماهير الهلال عقب هذا اللقاء وكمان توقعاته لمباراة الاهلي المقبلة في تحديد المركزين الثالث والرابع رايك كيف الهلال النهارده في المباراة بغض النظر عن الهلال ولا شيء الحين اي بطولة كاس عالم اندية تبدا يقولون بطل قارة امريكا الجنوبية بطل قارة اوروبا في النهائي بس خلنا نكون واقعيين بالميرا استاهل نهائي بالموت واحرج الاهلي المصري واليوم كلنا شفنا الهلال شو سوى في تشيلسي تشيلسي اوكي قول بطل اوروبا نادي كبير عنده اسماء بس لو نشوف اليوم هدف تشيلسي مش ملعوب غلطة مدافع والهلال ضيع التعادل في كرات ممكن كانت يعني تحرج مدافعين تشيلسي في انذارات الحكم ما اعطاهم اياها مرتدات كثيرة للهلال ونقول مبروك للشعب العربي هالنادي الصراحة والله الله ملك الحمد مباراة حلوة والهلال ما قصر مستوى كبير 90 دقيقة بروح قوية تشيلسي ثلاثة واربع هجمات كانت قريبة من المرمى الهلال هجمتين كانت قريبة وكانت محققة لولا ضياع الفرص اللهم لك الحمد 1-0 قدام أكبر فريق في قارة أوروبا جدا مميزة إن شاء الله إن شاء الله إن نتغلب ونأخذ الثالث من قدام الأهلي وكل الأهلي والهلال عينين براس والله توقعت إن شاء الله أول شيء يعني المباريات مثل هذه الفرق طبعا تكون مباريات قوية مباريات حماسية يعني نتمنى للاثنين نتمنى لهم الفوز إن شاء الله كبداية المباراة كتير راح تكون قوية توقعاتي بالفوز هلالي بس صعب شوي اتمنى فوز الاهلي الهلال السعودي لعب مباراه قويه جدا لعب يعني فريق عالمي يعني استغربت ان اللعب اللي لعبه بس ان شاء الله هيلعب مع الاهلي الماتش الجاي ويلعبوا الفريقين لعب حلو واللي يفوز الاثنين فريقين حلوين يعني انا بتوقع هتكون مباراه قويه جدا بحاول بهني الفريق الهلال على المستوى اللي قدمه النهارده ولكن كاهلاوي ان شاء الله بتمنى فوز الاهلي وان شاء الله ان شاء الله مع رجوع اللاعيبه الدوليين اللي كانوا مع المنتخب ان شاء الله بيعطوا قوه واضافه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله ونتمنى ان المستوى يتحسن عن المباراه اللي فاتت ونشوف مستوى يليق بنادي القرن النادي الاهلي اعظم فريق في القاره الافريقيه وان شاء الله بنتمنى الفوز للاهلي وانا اتوقع ان شاء الله تكون مباراه قويه للفريقين اشقاء اخوات عرب ولكن في النهايه انا بتوقع فوز الاهلي ان شاء الله الاهلي فريق قوي جدا لو كانت العناصر كلها مكتمله طبعا هيكون المستوى يكون متغير هيكون غير خالص طبعا اللعيبه الدوليه بيعطوا اضافه لاي فريق لعيبه كبار يعني الاصابات وكان الاهلي كمان غير محظوظ جدا في الاصابات زي ما بنقول احنا بالبلد المستشفى ما شاء الله فيها عدد الاصابات كتير جدا ودي بتقلل من القوه الضربه بتاع الاهلي طبعا بتفرق لما يكون عندك لعيبه دوليه موجوده ويكون عندك الاصابات كلها موجوده بتعطي
مساحه للمدير الفني، الخيارات بتبقى متاحه قدامه كتير، بتعطي قوه واضافه ان شاء الله. نتمنى مع رجوع الدوليين وانضمامهم تاني ودخولهم في المستوى ودخولهم في فعاليات البطوله ان شاء الله. فرقتين كبار جدا، الاهلي المصري والهلال السعودي، نتمنى ان هي تكون قمه عربيه مليئه بالاثاره والنديه، وده امر هيكون مؤكد. احنا على المستوى الشخصي طبعا بنتمنى فوز النادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله يحقق الميداليه البرونزيه. الان عودة للاستوديو، اتفضل يا كابتن اسلام. مباراة مهمة طبعا ومباراة صعبة جدا، ولكن في النهاية أشقاء عرب هيلعبوا بعض، وإن شاء الله أنا طبعا كلنا كأهلاوية نتمنى أن الأهلي يكسب وتبقى مباراة تليق الحقيقة ما بين بطل قارة أفريقيا وما بين بطل قارة آسيا. أخيرا يا رامي، لو حابب توجه رسالة للموسيماني في ظل هذه الظروف واللاعبين تقول لهم إيه؟ لا أقول لهم إن شاء الله يعني ننسى بقى المباراة اللي فاتت دي بإذن الله. ماتش قوي، عايز تركيز كبير جدا. فريق الهلال فرقه كويسه جدا، ان شاء الله اللعيبه تبقى على حسن ظن الناس وجماهيرها ان احنا نتحقق ان شاء الله تحقق البرونزيه باذن الله ان شاء الله يا رب. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا رامي على وجودك معانا النهارده، والحقيقه دايما بنستمتع بوجودك معانا ومبسوط اني شفتك. انا مبسوط اكتر، مبسوط بوجودي معاكم طبعا جدا. شرفتني، نورتنا وبنشكرك على وجودك. شكرا. جزيل الشكر. شكرا كريم، شرفت ونورت وكالعاده الحقيقه دايما بناخدك من الصبح بالليل. انا استمتعت بص انا زي ما كنت جاي وعندي انطباع قد كان في محل، قلت له انا جاي اقعد معاكم قعده حلوه، اقعد مع الكباتن الكبار عندهم من التاريخ ومن الذكريات الحلوه ما يضمن الاستمتاع بس بمجرد المتابعه. فانا اللي بشكرك على وجودك. ربنا يخليك يا حبيبي، رب دايما بتشرف وبتنور ودايما متالق يعني يا كريم، دايما متالق. انا معلش كان بيقولوا لي حاجه زمر ما سمعتش. ولا يهمك، مفيش مشكله، كلنا واحد. هم بيقولوا لك وهيقولوا لي بعد كده. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ولكن ما تنسوش الاهلي في المونديال لسه لم ينتهي. عندنا نروح لزمايلنا المتالقين دائما محمد فارس واحمد اسامه، ونكمل معاهم ايه اللي حصل النهارده مع بعثه النادي الاهلي في الامارات. اهلا بيكم طبعا فارس واسامه، وهتعملوا لنا ايه بقى النهارده؟ ورونا هتعملوا ايه النهارده. اهلا بحضرتك كابتن اسلام، واهلا طبعا باستاذ كريم منورنا دايما، وكابتن رامي. ان شاء الله يكون يعني بعد الحاله اللي احنا شفناها النهارده من الهلال وتشيلسي، يعني الامور بالتاكيد صعبه، ولكن ان شاء الله الاهلي يكون قادر على عبور مباراه يوم السبت ان شاء الله، ونحقق الميداليه البرونزيه باذن الله. في الاهلي في المونديال يا كابتن عندنا لسه امال وطموحات بنعلقها على النادي الاهلي، وعندنا ايضا في الاهلي في المونديال كواليس واخبار وهاشتاجات وتفاعل من الجمهور واحلام الجمهور نفسه يحققها، كلها هتكون معاكم بعد الفاصل في الاهلي في المونديال.